بدي اقول ميرسي للكل لانه حطوا لي هيدي بس كنت نومينه فيشجعوني يعني فبلوني كلكم اي لاف يو جايز ميرسي كثير بلديه بلوني تشجع عليها او ماي جاد بس شو مكتوب او ماي جاد نو هيك مش فاهم الكلام المكتوب وانا قاعد ولا الله شفت هيك شيء كبير مع صوتي طالعين على فريا اليوم كرمال فوتوشوت مأكدة رح يكون كتير حلو وأنا كتير مبسوطة لأنه طالعين على التلج مرقنا قدم مون فيلاج بلونة وشفت بانكارت كتير كبيرة فوق مع صورتي وكان مكتوب اسمي وحطوها كرمال يشجعوني بس كنت نوميني زي ما انتم شايفين حفل الصباح الباكر الجميل المشرق شمس النهار عندنا مش عارف احنا رايحين فين بصراحه يعني احنا مخطوفين متهيألي طالعين فوق الجبل قاعدين نطلع وقفنا دلوقتي عشان نجيب فطار الاول ترويقه باللبناني فطار بالمصري ما انت ما كنتيش عايز تصوري عاجبك كده عاجبك اللي بيحصل فينا واحنا ماشيين في الطريق لقينا بلديه بالونه او ماي جاد او نو واي او ما افتكرت خلاص بقى يعني بعد ما مشينا بشويه قلت لي مين قلت لي قلت لي هو مكتوب ايه عايز اقول بحبك ليه بحبك بس مش قايله يا مجنون عربه من عربات مين واللي متغاظ يشرب من الدرعه واللي متغاظ يشرب من الدرعه ولو ما فيش درعه يشرب من البحر لو ما فيش درعه يشرب من البحر يا عم جوجو يا سيدي جوجو عم بدل ان هو بصراحه كده باين علينا رايحين مكان حلو وبين انا رايحين مكان نظيف حاجه فخمه يعني بس المشكله ان انا نام متاخر وصحي متاخر فمش عارف المود بتاعي بقى عامل ازاي منزل محمد احنا رايحين نصور بس مش عارفين المكان فين بس عامه البيوت شكلها تحفه على اساس انت عارف احنا رايحين نصور مش عارف يعني احنا رايحين نصور اي نعم يا اخوانا عارف انت ما قلتش محمد بس ما اعرفش احنا رايحين نصور فين وانا زيك برضو منا زي برضو بس الاماكن كلها تحفه يعني لو صورنا وقفنا صورنا هنا عادي يعني مفيش مشكله ومثل ما عودناكم مع غاده كل شيء احلى بالبرنامج وعم بدي اعطيكي زعله عربي غاده غد 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 أكيد كل التلاميذ تحت إدارتي وأنا اللي قلت لهم يعني يحكوا ويعملوا هيك قصص كرمال البرنامج سو رفقونا اليوم طول اليوم رح تكون في كتير قصص حلوة وإكسكلوسيف أكيد
احنا النهارده فوتوشوت بره الاكاديمي. بفتكر كده الايام في اول ما دخلنا الاكاديمي وكان عندنا فوتوشوت، كنا خايفين قد ايه، وكان في رهبه من الكاميرا، وما كنتش عارف اضحك كويس، وما كنتش عارف اكشر كويس، ما كنتش عارف اعمل حاجه كويس. امبارح بسألوا لي انه رح نعمل فوتوشوت، كنت كتير كتير مبسوطة لانه عملنا فوتوشوت واحد اول ما فتنا بالاكاديمية، وهيدا تاني سيسيون، وانا بموت بالصور. اليوم النهاردة ابتدى حلو، اول حاجة عشان احنا طلعنا برا نشوف الجو في الساعة بيبقى ازاي في لبنان، انا بحب الجو ده قوي. أنا مبسوط بالتصوير، بنغير وبنلبس وبنعمل والدنيا ماشية يعني، بس يا رب الموضوع يخلص في تكة بس. 14 في الأكاديمية، في أشياء كتير تغيرت، أسلوبي، طريقة حكي، العصبية يعني خفت شوي. نحن اليوم بثالث فوتوشوت لستار اكاديمي، كان بعد في اربع كانديدا، ولقينا المزار لنصور فيه انتركونتيننتال لانه محل كثير روستيك، وبدنا نعمل شيء اندور ونعمل شيء هيك امبو سواري ونعمل قصص هيك مهضومه.